دلوقتي مشاهدينا بعد موجز لأهم الأخبار مع دينا. شكرا لك شاذلي. 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس السيسي من العاهل الأردني تم خلاله تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة. وشدد الرئيس السيسي والملك عبد الله على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها، كما حذر الزعيمان من خطورة استمرار الحرب في غزة واتساع نطاق الانتهاكات التي تشهدها الضفة الغربية، بما يدفع نحو توسع الصراع بالمنطقة ويؤدي لتداعيات سلبية على شعوب المنطقة كافة وعلى السلم والأمن الدوليين. شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي إطلاق المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في احتفالية كبرى بمنطقة المنصة في ساحة الشعب بالعاصمة الإدارية الجديدة. وخلال حفل إطلاق المبادرة أكد مدبولي أن مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية بداية جديدة لبناء الإنسان تعد تجسيدا لاهتمام الدولة بالعنصر البشري. وأشار رئيس الوزراء إلى أن المبادرة تستهدف جميع الفئات العمرية للعمل على بناء وعي الإنسان وقدراته وإكسابه مختلف المهارات. أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج اتصالين هاتفيين مع كل من نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية وعبد الله أبو حبيب وزير الخارجية، وذلك لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السبراني الذي أسفر عن تفجير أجهزة الاتصالات في العديد من المناطق اللبنانية. وأكد وزير الخارجية دعم مصر الكامل للبنان الشقيق وحرص مصر على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي. وعرض عبد العاطي تقديم كل دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحرج. وجدد عبد العاطي خلال الاتصالين التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. قال باسم غانم مستشار وزير الصحة اللبناني إن عدد قتلى انفجارات أجهزة الاتصال المحمولة بيجر في لبنان ارتفع إلى 9، بينما وصل عدد المصابين إلى 2750. وكان حزب الله اللبناني قد حمل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية انفجار أجهزة الاتصالات في أنحاء لبنان متعهدا بالرد على جرائم الاحتلال في لبنان. ومن جانبه أعلن التلفزيون الإيراني أن السفير الإيراني في لبنان مكتبة أمان أصيب في أحد هذه الانفجارات، لكنه أوضح أنه بكامل وعيه ولا يوجد أي خطر عليه. أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي شباك أنه أحبط مخططا لحزب الله لاغتيال مسؤول أمني سابق بواسطة جهاز يتم التحكم فيه عن بعد. يأتي هذا في الوقت الذي أجرى فيه وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت ورئيس الأركان هيرسي هاليفي مشاورات مع قادة المؤسسة العسكرية والأمنية لبحث الوضع على الجبهة الشمالية. كما وصل الاحتلال الإسرائيلي غاراته العنيفة على مناطق متفرقة بقطاع غزة، وعلى الدفاع المدني بقطاع غزة استشهاد شخصين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل شرق حي الزيتون شرق مدينة غزة. وفي جنوب قطاع غزة أسفت قوات الاحتلال مباني سكنية غرب وشرق مدينة رفح الفلسطينية. كما أوضحت مصادر فلسطينية أنه تم نقل شهداء ومصابين للمستشفى بخان يونس بعد قصف إسرائيلي استهدف مخيم الصمود للنازحين جنوب قطاع غزة. من جانبه أعلن جيش الاحتلال مقتل 4 عسكريين بينهم ضابط وإصابة 5 آخرين في كمين وقع أمس في منطقة رفح الفلسطينية.
أكدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس مرشحة الحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية أنه يجب أن لا يكون هناك إعادة لاحتلال لغزة، وأن لا يكون هناك تغيير في الخطوط الإقليمية في القطاع. وأكدت هاريس ضرورة أن تكون هناك قدرة على توفير الأمن في المنطقة لجميع المعنيين بطريقة تحقق الاستقرار، مشيرة إلى ضرورة إنجاز صفقة والتوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بقطاع غزة. ختام موجز الثامنة، فاصل ونعود لحضراتكم باستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر.